مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، لكم التحية في جولة استطلاعية بعد هذه المحاضرة الغيمة. نتعرف على إخواننا ديل ونشوف إنه الناس استفادت شنو معانا منه. خالد نافع، مرسي. خالد متابع أنت للحلقات؟ الحمد لله رب العالمين. تجي طوالي ولا بس؟ والله بنجي طوالي الحمد لله رب العالمين، يعني استفدنا منها كثير جدا، وعرفنا ناس عرفت التوحيد، واغلب الناس كانوا مغشوشين زي بالطرق الصوفيه وكده. الحمد لله رب العالمين، حتى اهلنا زادوا كانوا مغشوشين بالحياه دي. يا اخي مغشوشين كيف؟ الصوفيه ديل ما فيهم ناس كويسين برضو يا اخي. لا غاشين الناس، غاشينهم حياتهم بيسووها، كل حفظوا قران وكلوا الناس الكسره، وده كله كلام طلع. هم فعلا بيعملوا الحياه دي، لكن علمونا الشرك وعلمونا الكفر بالله عز وجل. والان اخواننا بينوا لنا من الكتب، يعني الحياه دي اغلب الناس ما قاعد عارفاها من كتب واضحه، وكشفوا الحياه دي كلها من الكتب، والكتب دي طبعوهم وعملوهم، يعني ما عملناها نحن ولا عملناها. تسلم كثير يا خالد، متواصلين معاكم مشاهدينا الكريم. نتعرف عليك. خالد الضطي الامام. خالد برضو؟ اي نعم. ما شاء الله، من وين؟ من الشقلاب، موده الشقلاب. خالد انت معانا في الحلقات هنا طوالي ولا؟ والله لله اول مره اجي، وما شاء الله جيت بالحلقه جديد، يعني استفدت؟ نعم، كانت حلقه ممتعه وشيقه وجميله جدا والله العظيم، واستفدت منها كثير، يعني كون الشيخ ربط الناس بالله عز وجل في كل شيء. وحديث عبد الله بن مسعود قال يا في حديث قال مرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. فالامر مهم شديد، يعني مهم للغايه جدا والله. كتر خيرك كثير يا خالد، واكيد متواصلين معكم. نتعرف عليك برضو. مرحبا، محمد باكر العبيد. من وين محمد؟ محمد باكر العبيد من الكلاكله اللفه. من الكلاكله، ما شاء الله ناس الكلاكله مشكلين حضور الليله. محمد انت معانا من الناس المتابعين ولا جيت صدفه كده؟ اي انا جيت صدفه الليله، لكن استفدت كثير من الحلقه دي، وان شاء الله اجي طوالي واواصل في الدروس دي. اي لكن يا محمد يا اخي الشيخ ده ما عصر على الصوفيه دي شويه كده؟ والله يا اخي ما الكلام، كلام واضح، كلام من الكتاب والسنه، وما في اثنين ثلاثه، يعني زول بدلائل وبحياته جابه واضحه يعني. كتر خيرك كثير، متواصلين معكم اكيد. نتعرف عليك. محمد الرفاعي هجره. محمد الرفاعي. طيب محمد انت رايك شنو في لا 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 يعني المحاضره اللي تقدمت؟ والله محاضرة شيقة جدا، وما شاء الله شيخ أبو بكر ربنا يحفظه ويحفظ كل الشيوخ المشايخ اللي بيتكلموا في الحلقة. وحلقة التوحيد دائما عودتنا على كده، يعني الناس دائما بتيجي بتاخذ جرعات في الأسبوع مرتين، يا ريت لو يعملها لنا ثلاث ولا أربع مرات في الأسبوع. لازم إن شاء الله تكون أسبوعيا، يعني كل يوم في الأسبوع يوميا بعد الدوام الناس من الشغل تجي تاخذ جرعة إيمانية، يعني ودي حاجة فاقدينها من زمان، وربنا يديهم وإن شاء الله ربنا يحفظهم الشباب ويعلي دعوة التوحيد ويبطل الشرك يعني. اللهم امين. اكيد نحن متواصلين معكم. ما نتعرف عليك. السلام عليكم ورحمه الله. فخر الدين سعيد. فخر الدين يا اخي لك التحيه. فخر الدين طبعا انت محسي. نعم. انا سعيد جدا اني لقيتك، طبعا انا بعرفك يعني معرفه شخصيه، والليله سعيد انه انا لقيتك يعني. الله يكرمك يا اخي، انا والله من هناك شفتك وجيت عليك وجيت اسلم عليك اول حاجه، كيف حالك؟ الله يكرمك، شرفتنا والله بالحلقه يا اخي. الله يكرمك، جزاك الله خير. ايه رايك في الكلام اللي تقدم؟ والله الحمد لله كلام طيب وكلام قيم، والحمد لله يعني التوحيد طبعا معروف. الحمد لله رب العالمين. لكن يا فخري بيني وبينك ما عندك ملاحظة في كلام الشيخ ده؟ والله ملاحظة طيبة، يعني الحمد لله نحن استفدنا من الشيخ والله كثير، يعني الحمد لله نحن كنا كلنا الحمد لله كنا صوفية وكنا بسف التراب والحمد لله تبنا. لكن طيب الطريقة بتاعته هل كانت يعني وصلت المعلومة بشكل الأمثل؟ نعم وصلت والله. هل كل الصوفية انت بتفتكر انه تتفق مع الشيخ انه كل الصوفية كعبين ولا؟ والله كلهم كعبين، ما بأي طريقة والله. كلهم والله كلهم ما في طريقة أحسن والله من الثاني، كلهم ما نافعين يا أستاذ حامد. الله يا أخي بارك الله فيك، في النهاية هو رأيك، الرأي طبعا في النهاية رأيك أنت، أنا ما بأثر عليك. لكم التحية والتجلة، ننتقل إلى محطة أخرى. مرحبا بكم بعد الحلقة الجميلة دي، أكيد نحن يا جماعة عايزين نعرف آراء الناس حول هذا الأمر، ويا ريت نحن معانا منو نتعرف عليك؟ يونس أحمد. يونس كيف أحوالك؟ حجوسي فينا؟ أيوة الحجوسي. أول مرة تجي الحلقة ولا؟ لا قاعد أجي طوالي. طوالي والله ما شاء الله. طيب رأيك شنو في كلام الشيوخ اللي كان قبل شوية؟ كلامهم كله حقيقة. حقيقة. كلام حقيقة، لكن ما عصروا شوية على الصوفية يا أخي. والله ما عصروا عليهم شوية كده؟ لا قالوا الحقيقة بس. يا زول يا اخي البرهانيه ديل ما ناس تمام، مرات كده عندهم حاجات جميله ونوبه وحي غيوم وحاجات ظريفه كده والله. قالوا الحقيقه بس. الشيوخ قالوا الحقيقه. انت مع الشيوخ يا اخي، والله بالغت يا اخي، انت مع الشيوخ. تعال اتعرف عليك. حماد محمد حماد بريع.
حمد أها رأيك شنو في الكلام اللي قالوه قبل شوي؟ كلام حميد جدا ونحن بنرتاح له يعني. قبل ده جينا هنا وقاعدين يعني وأرشد الشباب يعني والشباب كلهم مشوا على خير ونحن بنتمنى الحلقة دي تكون أكبر من كده. أكبر من كده كمان؟ تكون أكبر من كده والناس كلهم يمشوا على خير إن شاء الله. لا والله تمام والله. طيب ده كلام جميل رأيك في النهاية نحن بجد بنحترمه شديد. وبرضو كمان معانا مسكول صغير حيوه معايا يا جماعة. يا سلام اسمك منو؟ محمد. محمد رأيك شنو في كلام الشيوخ الليلة؟ والله كلام جميل وكلام حار برضو تاني دق الصوفية دي تاني. لا يا جماعة. طيب رأيك شنو في الكلام اللي قالوا البرهاني دي المعناس كويسين يا؟ المعناس تاني دقوا تاني؟ لا والله ده كلام عجيب رأيك فينا نحن نحترمه. يا سلام تعرف عليك؟ محمد يحيى سنين محمد. إنه والله النازل ما شاء الله إنه بدأوا في الدعوة بتاعت الشركية الدعوة بتاعت الصوفية إنه دعوة شرك ونحاول نتخلص منه لأنه هو ذات الوباء بتاعت البلد دي ماشي إنه تحلق وإنه أبونا البراء الشيخ دعا ونزل الله النازل ربنا يوفقهم إن شاء الله. أولياء ما في أولياء؟ والله يا أخي الأولياء صالحين لكن ما بالمعنى اللي إنه بيقوله عليه يعني أبوك الشيخ سوى أبوك الشيخ سوى كلام ده كله كلام فاضي زايد يعني. لكن الصوفية دي المرات كده احنا يعني مثلا الواحد الشيخ الصوفي ممكن تجي تقول له يا شيخ اديني الجنة ممكن يساعد في انه انت تقوم تلقى لك جنة ولا حاجة. ربنا قال الجنة ده حقته ما حقك انت يعني. انت ممكن ما تقول له ربنا هو قسمها لأربع قسمها لأربع يعني. انت ما ممكن تقول ابويا الشيخ ده بدي الجنة ما ممكن يعني. الكلام ده ما صح وده كله شرك وربنا شنو يتقبل ده كله شرك يعني. طيب برضو رايك نحن بنحترمه. معنا منو نتعرف عليك؟ جزاك الله الف خير. ابراهيم علي ابراهيم. ابراهيم حضرت المحاضره اول يوم ولا قبل كده جيت؟ بجي طوالي. رايك شنو في كلام الشيوخ؟ الله يجزيهم خير. الله يجزيهم بنور الناس يعني. والله ما شاء الله. عقيدتهم طيب اوكي. المغرب جاء تعال تعال اللي بيقول المغرب جد ذاته هاي تعال لسه المغرب ما هزل ما عارف وانا زعلان ماله زول. نتعرف عليك. اسمي محمد داود عيسى. رايك شنو في الكلام؟ والله ما شاء الله الحلقات دي طورت ناس كثير وطلعت من مراحل بتاع الجهل زي ما اخر مرحله قال ابو بكر دي. انا بتذكر كنت زاد كنت يعني بلغي الناس محاضرات اقول يا اخواننا هو تعمل كذا تعمل كذا في نفس اللحظه لما نمشي ناقل قزول بغنيني بشيل لي انا ولاخواني ولا بتاع قاعد حاسس الحمد لله الواحد حصل في الوعي الكامل. نعم شكرا. يا سلام بارك الله فيك. نتعرف عليك. ابراهيم ادو يحيى. ابراهيم رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله كلام جميل وكلام سمع يعني. كنا صوفيه لين هسه الله هدانا بسبب الكلام. انت كنت صوفي؟ انا ما كنت راجل. كنا بنشتري حجاب وحاجات زي. يا سلام عليك والله. زول يا جماعه حيوه معي تحيه كبيره. اكيد هو زول صادق جدا يعني. الان هو في مرحله كان في مرحله. طيب الان الشيوخ ديل المحاضرات بتاعتهم دي هل كلها صحيحه؟ والله سمع يا كلام مفيد يعني. اي لكن البرهانيه ديل ما عندهم حاجات لذيذه كده مرات. بالنسبه للصوفيه كلامهم ما سمع يعني. لكن بالنسبه لناس التوحيد ديل كلامهم سمع يعني. الشغلانه كلها توحيد بس يعني. الله يا اخي تحيه لك. التحيه لك برضو. نتعرف عليك. عندك حديث دار تقوله؟ طيب انت ما اخذت فرصه. نعم طيب تعرف عليك. تعال جاي تعال جاي تعال جاي عندي مساحه. محمد احمد عبد الله. نعم. احنا طبعا معروف التصوف زمان بيجي بيقول لك الشيخ يدي الجنة والشيخ يدي الرزق وكنا جارين ورا الشغلة دي لبسنا الحجابات وعملنا كان ما في وعي وما في ثقافة. الشباب ديل ما شاء الله صغفونا وطلعونا من المأزق اللي كنا فيه ده وناس رجال يعني. الشيء اللي بيعملوه ده ما عملية بتاعت اي زول الا زول راجل لانه معرضين لمخاطر. فكونه زول يعرض نفسه لمخاطر ويجي ينغزك دي قمة الرجالة. اوكي بعدين الشيء الثاني اللي بريحك انه بديك دليل وبرهان يعني. لما تيجي تتكلم معاه كده ما بديك كلام ساكت من راسه ولا كده بديك كلام بدليل وبرهان. الزول بديك دليل برهان ده ما خلاص اقنعك. ثاني في شنو اللي هو احمي ده 60 سنه هنا ما بيقدر يديك ولا اخوان المسلمين ولا شيخ ادم ولا عبد الحي يوسف ولا سجم ولا رماد ما قدروا يعملوا لنا حاجه. احنا بنحيي الشباب ديل ونقول لهم ربنا يقويكم وانتوا غايتوا قمه الرجاله قمة الفروسية وشكرا. نحترم رأيك. نتعرف عليك. الخزين جبارة عبد الكريم. أول هذه الحلقات تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك وربنا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحلقة التوحيد والله ناس كتار استفادوا من هذه الحلقة وكانوا في ناس من
كان في ناس بيعملوا مشاكل عديل، لكن اما نسمع الحق ويسمع التوحيد بيمشي في الاخير ثاني شنو بيجي. وانا ذاتي قدامك انا ذاتي كنت صوفي والله جد. حتى طفت بالجباب والاضرحه، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هداني الى الحق والطريق المستقيم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدي الناس الى الحق والطريق المستقيم، وجزاك الله خير. يا سلام، كلام جميل جدا. متواصلين معكم اكيد، نتعرف عليك. محمد الجيلي. محمد الجيلي، رايك شنو في الحلقات؟ والله كلامهم سمح واي حاجه، لكن ربنا قال ادعوني بيستجيب لكم. يعني كلام زي بمشي للشيخ دي وجنا الكلام ده في صحيح؟ يا ربنا قاعدنا ولي الله لخوفنا عليهم ولهم يحزنون. يعني انت بتأكد كلام الشيوخ انه ممكن يساعدوك في انك تلقى جنة؟ لا ممكن، انا في زول كان جارنا ومشى للشيخ ودعا لا ما مشكلة كده، مشى للشيخ والشيخ اداه الفاتحة وفعلا جاب جنة. يا سلام، يعني اذن في بعض الشيوخ يعني ممكن يساعدوك في انه انت مثلا يدوك الفاتحه طوال الجنه يجيك. كلام عجيب. طيب نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اخوكم حماد مقدم محمد. اشكر الاخوه القائمين بامر المحاضرات ابو بكر واصحابه معه، وربنا يوفقكم. مزمل فقيري، وبالذات مزمل الفقيري ده انا قاعد ادق له تليفون شخصيا وبسأله من حيات كده فيه يفتح، بقوم بسأله. قاعد يستقبلك طوالي ولا بيقول لك يا اخي اضرب لي وقت ثاني ولا؟ هسي كلامك ده، انا امبارح قلت له التليفون حوالي الساعه 9 سألته من ايد الام، قال لي ايد الام ده ايد باطل بتاع يهود وبتاع نصارى. يا اخي ده كلام غريب، كيف الكلام ده؟ لكن والله ده كلام بادله من السنه ومن الكتاب. من السنه ومن الكتاب. اي إذا نحن يعني نقول إنه ده رأي شيخ مزمل. طيب أنت رأيك شنو في الحلقات اللي تقدمت الليلة بالنسبة لي يعني شيوخنا اللي قدموا الحلقات الليلة؟ وشوف ناس أبو بكري وأصحابه معه ما شاء الله جزاهم الله خير، لكن في حاجات بعض مرات بقوموا بيطرفوا عنا بعيد، يعني زي مسألة الشيخ عبد الرحيم البري والشيوخ ما يشبه بالشيوخ ما يشبه ذلك السوق بعملوكم تصوف وما تصوف وكلام بصري. يا خلاص الشيوخ ديل ما قالوا كلامهم ده والله بحاسبهم، زي ما قال الشيخ ذاته ابو بكر ده، يا اخي اي زول طلع فتوى هو مسؤول منا، هو المسؤول منا. يلا انتم ما دام ما تقول لنا شيوخ ورونا الله وين، يورونا الناس ابو بكر ديل واصحابه المعاوي ديل ما شاء الله جزاهم الله خير، يورونا الله وين. احنا ذاتنا حنقيف معهم، لا بنعرف شيخ لا بنعرف جوطه لا بنعرف ده. وبعدين اختم لك بحلقه كده بسيطه كده، انا زمان عمري 10 سنه يعني ما كلام اسمه شنو ابو بكر، لكن مشيت للشيخ عبد الرحيم البري عشان اسلم عليه، ابيت ما اسلم. ليه لكن؟ قلت الشيخ عبد الرحيم البري شخصيا انت ما تسلم عليه ليه لكن؟ الكلام ده في الرهدب ده كان، ومشينا الزريبه معي عمي واخوي قال لي سلم الزول، قلت له والله الزول ده جسمي كش منه، انا عمري 10 سنه وخصمت بالله العظيم عمري 10 سنه، قال لي سلم عليه، قلت له والله الزول ده جسمي كش منه وما سلمت له. طبعا حصل الطربقه في راسي كده، الناس قاعدين يقولوا يا اخي قال لي انت كلامك ده عشان قلت زمانك ابيت ما تسلم للشيخ عشان كده مطربش، قلت لهم الله فيه. جزاك الله اكيد نحن متواصلين معاكم، ونتعرف عليك ابني منو؟ عثمان. رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله كلام جميل. كلام جميل، تمام. طيب نتعرف عليك. بس محمد يحيى ثاني، لكن اقول لكم حاجه انه الدعوه تعرفنا عليك. طيب منو؟ عمار. كيف الاحوال يا اخي؟ والله يوسف. يوسف اي سوق ستة. طيب رايك شنو في كلام الشيوخ؟ كلام ما شاء الله، والله ما في مشكله، ربنا يعينهم ربنا يعينهم ربنا يعينهم. انا كنت صوفي بلبس حجابات، لكن من يجي المحاضرات الحجابات ذات غليتها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتعرف عليك. ادم عيسى من الحي يوسف هنا. ايوه الحي يوسف. رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله الشيوخ ده كلام سمع، كان المحل ده قال بيبيع حجابات حاجات زي ذا عن بطاره هنا، لكن هسي والله ما شاء الله جماعة اليوم كلهم جروا نظفوا شيخ حميدة ذات جرى. طيب مشاهدينا الأكارم في كل مكان، معانا الزول ده برضو نتعرف عليك. أحمد عبد الله التوم. أحمد تعال بجاي. رأيك شنو أنت طبعا آخر يعني متواصل معانا، رأيك شنو في كلام الشيخ؟ صار الشيخ قبل ما يجي، أول ما جه حسين هنا أول واحد مقدم هنا وكنت واقف معه ما شاء الله. إلا بس أديكم للحظة واحدة، في حاجات ما قاعدين تتكلموا فيها. ايوه يعني الجهاد. الجهاد
طيب دي رساله ان شاء الله اكيد اكيد وصلت رسالتك، ان احنا ان شاء الله حنوصلها للشيوخ ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الاكارم في كل مكان، كنا معاكم الليله من داخل سوق 6 الحاج يوسف الوحده، واكيد ان شاء الله حنلتقي في استطلاعات اخرى. سلام من الله عليكم، هذه تحياتي حامد محمد علي حامد كسلا. مشاهدينا الاكارم في كل مكان، مرحبا بكم، متواصلين معكم في استطلاع ظريف بعد المحاضره الشيقه الجميله دي. معانا منو؟ نتعرف عليك. معك عبد الباقي الشيخ حبيب الله مختار. عبد الباقي، سمعت المحاضره؟ سمعتها. رايك شنو في المحاضره؟ استفدت؟ اكيد طبعا اكيد. يا اخي لكن نازل عصر على الصوفيه شويه يا اخي. والله يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئا ان اتبعتموه لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنه رسول الله. يا سلام، كتر خيرك كثير. متواصلين معاكم، تعرف عليك. انا عبد الله. عبد الله من وين؟ انا من ناي، ساكن في الكلاكله. ساكن في الكلاكله، تحيه لناس القبه واللفه والصنقعات كلهم. طيب سمعت المحاضره؟ اي. رايك شنو في الكلام؟ لا محاضره سمحه والله. لكن البروع ده ما عنده حاجات سمحه يا اخي. لا ما مشكله، انت تمسك في ربنا لانه ربنا هو اللي خلقك وتمسك في الرسول. ايوه، لكن انت ما تمسك في الزول ميت. أيوة. ما كويس هاي. لانه ربنا بعد لما تموت بعدين ربنا بيزعلك، يقول لك الزول ده زمان انت قاعد تعبد فيه ليه؟ ايوه اخر تمسك في الله، لانه ربنا دخلك الجنه من كرامته هو. يا سلام يا سلام. ما من كرامات بتاع الشيخ، من كرامات بتاع الله. جميل. طيب ربنا يديك العافيه يا اخي. متواصلين معاكم مشاهدينا الاكارم في كل مكان، اكيد اللي احنا دايرين نشوف الناس استفادت شنو من المحاضره دي. وابونا تحيه لك ابونا، ما شاء الله. نتعرف عليك؟ آدم خميس. الله يديك العافية، خليك معانا. المحاضرة رأيك فيها شنو؟ والله محاضرة جيدة إن شاء الله وتبارك وتعالى. يعني إذا كان شباب كلهم بقى زي ده بلدنا بتصلح. أي لكن الشيوخ ديل قالوا الصوفية، هل الصوفية كلهم كعبين؟ ما في ناس كويسين يا أخي، عندهم حاجات لذيذة. ديل معلش الأولاد الناس اللي ما بيفهموا، الصغار ديل اللي بمشي بيقرعوا عندهم وكل شيء، ديل معلش لسه ما يعرفوا. لكن الناس الكبار، نينا كلامنا في الناس الكبار اللي نشروا السيرك في الدولة. ايوه، لكن باقي اي. طيب متواصلين معاكم مشاهدينا الاكارم في كل مكان، لقينا برضه اخونا ده منو؟ نتعرف عليك. خالد ابو بكر. خالد ابو بكر، خالد حضرت المحاضرة؟ نعم. رايك شنو في الصوفية؟ الصوفية هن وناس طيبون ومتمسكون بكتاب اهل السنه والجماعه في الاعتقاد وفي الفقه والفروع. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، نتعرف عليك. بسم الله والحمد لله. عبد الرحمن عثمان محمد سعد، استاذ بمدرسه الخرطوم الحديثه. وصراحه الحق يقال ويتبع، والاسلام واضح، والرسول عليه الصلاه والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام وضح وحذر، قال في آخر الزمان: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة وكلها في النار، وليس في الدين من هو بما يسمى الصوفية، فالصوفية هم مبتدعة والكل يعلم ذلك. فالمسلم ونحن نعلم أركان الإسلام، إذا جاء رجل وقال: أريد أن أدخل في الإسلام، فأركان الإسلام الخمس إذا تحققت دخل الرجل في الإسلام، أما إذا زاد أو انتقص في الدين فقد خرج من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفرق ومن هذه الجماعات ومن هذه الطرق التي تسمى بالصوفية. متواصلين معاكم حقيقة، نتعرف عليك. عمر أحمد طه، شيخ أحمد. رأيك شنو في المحاضرة؟ والله المحاضرة فيها سب شديد، سب شديد. يعني كونه يعني يقول أحمد التياني رجل متوفي قبل 100 سنة، يعني يقول ابتدعها من عقله العفن ده وكلام زي ده وهو متوفي، وهذا أنا بعتبره سب، يعني سب وكلام غير صحيح، كلام غير صحيح. يعني يسبون الناس، وهذا من اذا العالم وقع في عرض عالم، هذا عالم لم يغم علمه بجهله، علمه ما كفاه عشان يقوم بجهله حتى يسب. يعني ممكن يقول الكلام بصوره اجمل، بصوره يعني يشكر شويه مرتين شويه، ويتكلم كلام يعني ينتقد الكلام، لكن ما ينتقد شنو؟ ما ينتقد الزول، يعني مخه العفن ده هو كده ما سب حديثه او ما سب كلامه، سب الزول في شخصه ودخل في عرضه. حتى يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يسب الناس في اشخاصهم، يعني يصف فعل الزول
ويسيب عمل الزول لكن ما يسيب شنو؟ الرسالة وصلت، شكرا جزيلا. إن شاء الله نوصل رأيك للعالم معنا. منو؟ مصعب مزمل. مصعب، حضرت المحاضرة من البداية؟ حضرت. هاي رأيك شنو؟ والله محاضرة جميلة، وأنا ذاته أرد على كلام أخونا ده، يعني ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. حمدت جاني الزلة، كضف في الرسول الزلة، أي زول يعني يلعب بالدين الزلة، ما في حاجة مجاملة وسبيته بنسبه، وسب الرسول ما يسب كيف؟ ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يعني بنزلهم. والله تحت كرعيننا حمدت جاني نجر لي حاجة من راسه، جاب كباشي برعي كبون في جهنم إن شاء الله، وأي زول تابع لهم ده داري دافع لهم. الدين ده ما فوقه مجاملة. ربنا قال لا تجي قوما يوادون الله، لا تجي قوما يحدون الله ورسوله ولو كانوا بدا بالآباء والأمهات. الدين ما فوقه مجاملة. الزلة أحمد تجاني البرعي، أي زول الزلة. هذا وصلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كانت دي استطلاعاتنا الليلة معاكم هنا من السوق العربي. ناس رائعين، ناس طيبين، لهم التحية، كانوا حاضرين المحاضرة، ونتمنى إن شاء الله نستفيد، وانتظرونا في الاستطلاعات الجاية إن شاء الله. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوذب فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار، بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء، لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل، حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة، أفيحارب الحق بالباطل؟ أيضيق على أهل الحق في حقهم حتى لا ينطقوا به، أو حتى يعزلوا عن الناس من العوام؟ والعامي مشتق لقبه من العمى، فهو كالبهيمة العجماء تمضي وراء سائقها أو تتبع قائدها، ولا تسأله أين يتجه ولا حيث يريد. فلا يحارب الحق بالباطل، والحجة لا تحارب إلا بالحجة، لا تحارب الحجة بتنفير الناس عنها. الحق لا يحارب أصلا، والحجة لا تحارب إلا بالحجة، ولا تواجه إلا بالحجة. وأما قتل القائم بالحجة أو نافيه أو تصميته أو تسكيته أو ترويعه أو إرهاب الناس لينفضوا عنه، فوالله ما يبلغ من حجب الحق شيئا، وإن الله لمنفذه إن شاء جل وعلا بقدرته ورحمته، وكذلك وعد ولينصرن الله من ينصره. من نصر الله بإقامة دينه والدعوة إلى سبيله والتزام منهاجه واتباع صراط رسوله نصره الله، ومن نصره الله فمن يهزمه، ومن أعزه الله فمن يذله، ومن رفعه الله فمن يضعه، ومن أكرمه الله فمن يهينه. نسأل الله أن يحسن ختامنا. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.